مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أهمها، وزير الدفاع شهد المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. أيضا مصر قدمت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات للشعب الليبي برا وبحرا. كمان من ضمن الأخبار اللي معانا، وزارة الداخلية وزعت حقائب مدرسية وعبوات من المواد الغذائية، وده طبعا ضمن مبادرة كلنا واحد. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد 19 دولة بقوات. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مؤكداً على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة لتبادل الخبرات والتكتيكات القتالية الحديثة بما يعزز علاقات التعاون العسكري ويدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة، وأيضاً عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة المدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وذلك لتحملها عبر حاملة المروحيات طراز مسترال لإرسالها بحراً. وفي سياق متصل بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ بالإضافة لمعدات هندسية لتحركها براً عبر منفذ السلوم للمعاونة في إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلاً عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بتلك المناطق المنكوبة. تأتي تلك المساعدات لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية. امبارح وفي إطار مبادرة كلنا واحد اللي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف للمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، كما تم توزيع عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة العام الدراسي الجديد. بخصوص طبعا جولتنا في المحافظات، في اسكندرية تم الانتهاء من 95% من إنشاءات 4 وحدات صحية وتوزيع أكثر من 14,000 شنطة مواد غذائية، ده ضمن مشروع صكوك الأضاحي في المنوفية. ومن المنوفية خلينا كمان نروح لافتتاح وحدة الضافر الصحية بمدينة براني بمحافظة مطروح وتنفيذ 3825 زيارة ضمن حملات طرق الأبواب بلدي أمانة ببني سويف، وأخبار تانية من محافظات متعددة نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث، أبرزها أن محافظة الإسكندرية أعلنت أنه تم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء 4 وحدات صحية في نجع حليص ونجع السنقرة والغربانيات وقرية بهيج، بالإضافة للانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية بقرية أبو صير، وده لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل القرى. محافظة المنوفية أكدت توزيع 14,000 شنطة مواد غذائية ضمن مشروع صكوك الأوقاف لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقاً في مراكز شبين ومنوف وأشمون والباجور وبركة السبع خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، وده في إطار المسؤولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. محافظة مطروح شهدت افتتاح وحدة طب الظافر الصحية بمدينة براني
وتم إنشائها على مساحة كلية 1225 متر مربع، ومساحة المبنى على 320 متر مربع مكونة من أرض وطابقين بتكلفة إنشائية 7.5 مليون جنيه. محافظة بني سويف شهدت تنفيذ الحملة السادسة من فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة، اللي استهدفت عدد 24208 من السيدات والرجال والأطفال في قرى وأحياء مراكز المحافظة على التوازي في مراكز أهناسيا وسمسطة وببا وناصر بعدد 3825 زيارة. محافظة المنيا أعلنت أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية ل 229472 حالة على مدار شهر أغسطس اللي فات، وده من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة اللي نظمتها المديرية، وشملت نخبة من الأطباء في كل التخصصات، وده لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. مدينة الزينية شمال الأقصر بتشهد العمل على قدم وساق في مشروع محور سمير فرج بالأقصر، اللي بيتم تنفيذه ضمن خطة تطوير الطرق وحركة النقل بالمحافظة، وبتساهم المحاور التنموية الجديدة في ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة للمناطق الأثرية في الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة في الصعيد. ووصلت نسبة التنفيذ للمحور 92%، ومن المقرر التشغيل التجريبي في أكتوبر اللي جاي. محافظة أسيوط كرمت لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من المحافظة والحاصلين على بطولات الجمهورية موسم 2023-2024 في المصارعة والتايكوندو وألعاب القوى، وده في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كل المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد. الإدارة الصحية في الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء نظمت معرض المنتجات الأسرية من إنتاج أندية المرأة في الوحدات الصحية في قرى المركز وبالتعاون مع الشباب والرياضة، وتم عرض المنتجات والمشغولات البيئية زي الملابس السيناوية التقليدية القديمة المطرزة بالخيط والإبرة.